للمخاطب، كما يفصل الخياط الثوب على قياس الجسد، ثم يخاطب الأولويات والبدهيات لتتماسك أجزاؤه. أما أمرنا بأن نخاطب الناس على قدر عقولهم؟ فيقول حيران: هذا هو أسلوب جديد في البرهنة. فيرد الشيخ: ما هو بالأسلوب الجديد؟ فقد ذكره بعض العلماء ليبرهنوا على استبعاد فكرة المصادفة، ولكني صغته لك بشكل أحجية، يعني حزورة، بشكل أحجية جديدة. حيران: وما هي الأحجية الجديدة يا مولاي؟ فيقول الشيخ: إنها أحجية تنتهي إلى دليل رياضي بنفي فكرة المصادفة التي قال بها الماديون عن خلق العالم وما فيه من تنوعات. أحبائي في الإسلام، في الأسبوع الماضي كنت في مدينة هلسنيور في الانترناشونال هوي سكول، المدرسة الدولية، وهي مدرسة تنظم 3 فصول في السنة للطلاب من أجل الثقافة العالمية. وفي أثناء هذه الدورة يستضيفون بعض المتكلمين في الأديان، وتمنيت أن يكون معي شباب من مسجد التوبة ليعرفوا التبع في اختراق هذه القارة، وفي نقل الإسلام، وفي ترك الوقت في المجادلات البيزنطية والصفصطة، ليشعروا أن أمامهم مسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى. ذكروني هؤلاء الطلاب، منهم من اليابان ومن بريطانيا ومن هولندا ومن بلجيكا ومن إيران، شاب نصراني كان أيضا من إيران، وأخذنا نتناقش في الخمينية وفي سفك الدماء وفي غيرها من الأمور التي يستخدمها الغرب للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فقلت لهم، وهذا موضوع نستفيد منه في خطبة اليوم، عن موقف قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن وأنه لا تناقض. يقول علماء العقيدة إخواني أن الملكات العقلية الفكرية التي أودعها الله عز وجل في ذهن بني آدم رقم 1، وأن الحاجات والغرائز الفطرية التي تتملكه وتتملك بدنه، وأن الحقائق العلمية والقوانين الطبيعية التي نراها في قوانين الجاذبية وتبخر الماء وظاهرة الاحتراق والتفاعلات الكيماوية وعلم الميكانيك، هذه رقم 3، وأن التشريعات التنظيمية وهي الوحي الذي ينزل من الله تبارك وتعالى، هذه الأمور الأربعة جاءت من مصدر واحد هو الخالق تبارك وتعالى، كما يقول في كتابه الكريم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ويقول الله تبارك وتعالى داعيا الإنسان للتفكر والتأمل والإيمان واليقين في احتفال يوم الاثنين الذي تم فيه بيع أرض فلسطين وخيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم وخيانة الأمة الإسلامية، يقف الرئيس النصراني كلينتون ليقول: لقد استيقظت في الساعة 3 من الليل وحرمت عيناي من النوم، فذهبت إلى الإنجيل لأقرأ فيه، فماذا يقرأ حسني اللامبارك؟ وفيما يدرس الملك الحسن الثاني؟ وعلى ما تتلمس فهد بن عبد العزيز؟ وفيما يدرس شين الفاسقين؟ كلينتون لم يسموه رجعيا وهو رئيس أمريكا عندما قال: بقيت من السحر من الساعة 3 ليلا أقرأ في الإنجيل، ثم بدأ يستشهد ببعض آيات من الإنجيل. أما رابين وبيريز فحدث ولا حرج، وما عليك من حائط المبكى، فبدأت الحكم تنهال من التوراة المحرفة. أما ياسر عرفات الذي لا يفقه في كتاب الله شيئا، فإنه يستحيي أن يذكر آية من كتاب الله حتى لو أراد أن يطوعها لخيانته ولتدميره لمصالح المسلمين. إخوة الإسلام، في برنامج CNN
حنتكلم عن العقل والفلسفة والعلم والقيادات السياسية، عن العودة إلى الله عز وجل واليقين به والتخطيط للمرحلة الجديدة. في أمريكا قضية، امرأة تزوجت برجل وتطلقت وعندها طفل، فأحبت امرأة أخرى وعاشت معها، بيسموها لسبيان سحاقية. انتوا زعلانين طبعا من اللواطيين وزعلانين من السحاقيين، لكن هل ذهبتم لإرشادهم إلى الخلق والحق؟ احنا زعلانين، زعلانين من ياسر عرفات. طب وبعدين؟ بيقولوا لنا اشربوا من البحر. انا زعلان، بيقولوا لي اشرب من البحر، ماذا ستغير من الواقع؟ هذه المرأة إخوة قضية الآن في القضاء الأمريكي، فتاة متزوجة برجل خلفت طفل وضع، ثم طلقت من زوجها وتصادقت مع امرأة سحاقية فعاشت معها، فجاءت الجدة طلبت بحضانة الحفيدة، رفعت قضية ضد ابنتها السحاقية. هذا فين؟ في أمريكا، مش في بلد الأصل. وعرض الأمر في القضاء، وحكم القاضي أن هذه المرأة تخالف قوانين الطبيعة، فالطبيعة خلقت التنوع الجنسي. هم يستحون أن يذكروا الإيمان في قوانينهم الوضعية، لكن يقول لك the law of nature، هذا اللي احنا بنسميه الفطرة عندنا كمسلمين. فيقف القاضي، وتقف امرأة هي من مؤسسة حماية الأسرة الأمريكية، تقول إن هذه المرأة التي تصادقت مع امرأة أخرى لا تصلح أبدا أن تربي أطفالها. إن علينا أن نسأل أنفسنا ما هي القيم التي نريد أن نغرسها في أبنائنا وفي هذا الجيل. تقول المرأة الأمريكية بلسانها وفي محطة CNN التي تذيع في أكثر من 100 دولة في العالم، إن الإمبراطورية الإغريقية قد تفككت وتحطمت عندما فسدت أخلاقها، وإن الإمبراطورية الرومانية قد أصابها نفس النتيجة لأنها بعدت عن الأخلاق، قانون الطبيعة. المرأة بتقول إن الطبيعة خلقت التنوع الجنسي، أن الذكر يذهب إلى الأنثى والأنثى تذهب إلى الذكر، لا يتزاوج الذكران ولا تتزاوج الأنثيان. السنة الماضية إخوة كان في قضية في إيرلندا، أنتوا عارفين إيش هي هذه القضية؟ هذا القضية مهداة للناس اللي بعدها ما مدرك الوضع والانحراف عن عقيدة الإسلام وتشريع الإسلام. من سنة إخوة، إيرلندا بلد كاثوليكية محافظة، والإجهاض عندهم ممنوع ممنوع ممنوع، إحنا بنسميه حرام في الفقه الشرع الإسلامي. ما فيش عندنا شيء اسمه عيب، واحد يقول لك الاختلاط عيب، ما بنسميهوش عيب، بنسمي الاختلاط غير جائز شرعا، هو مكروه إن أدى إلى مكروه وحرام إن أدى إلى حرام. هذه الفتاة إخوة اغتصبت رغما عنها من مجرم، وحملت سفاحه فأرادت أن تسقط الجنين، فرفضت الدولة أن تسمح لها بإسقاط الجنين. في إيرلندا، في أوروبا، وفي العام الماضي، وتثور قضية فتطلب إذنا بالسفر لتذهب إلى بريطانيا وتقوم بإجهاض الجنين في بريطانيا، وعندهم قانون في إيرلندا أنه لا يسمح للمرأة إن حملت بطريق مشروع أو غير مشروع أن تغادر إيرلندا لتقوم بعملية الإجهاض في بلد آخر. وبدأت القضية تذاع في التلفزيونات، وهذا ما يسمى بقانون الفطرة. يقول الحق تبارك وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هذا الكتاب إخواني قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، فضلا عن أنه يعيد الإنسان إلى طريقة الفهم العقائدي الصحيح، ينبهنا أن علينا أن نسعى إلى القيادة الصحيحة، يوم يسعى كل أناس بإمامهم يوم القيامة. من أحب حسن ألا مبارك حشر وراءه إلى جهنم، ومن أحب حافظ الأسد سبقوه إلى جهنم، ومن هتفوا لصدام فرشوا له الطريق إلى جهنم وهلم جرا. والله يا إخوة، إن المشكلة لا تقف عند حدود التوقيع في واشنطن يوم الاثنين،
إن منطقتنا مقبلة على الاختراق الماسوني الصهيوني. لقد طبلنا وذكرنا وقلنا كثيرا وحان وقت العمل. عاهد الله أن تتوبوا إليه، عاهد الله أن تجاهدوا في سبيله، عاهد الله أن تخلصوا من أجله، عاهد الله أن ترتفعوا فوق السفاسف وأن تشعروا بعظم المسؤولية. عيب أن أتجول في كوبنهاجن وفي هلسنيور وفي أودنسا أذهب إلى رجال طوال عراض وإلى شباب بلحة فأرى الواحد منهم يشتكي كما تشتكي النساء. ليست هكذا تكون الأمم، ولا بهذه الطريقة تحمل الرسالات. إن من ورائنا أياما كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر، أجر الواحد فيها كخمسين أو كسبعين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة الإسلام، إنما ترونه من الرقص والرضا والفرح بهذه الاتفاقية يكشف لكم العفن والاضطراب في عقيدة جزء من أبناء أمتنا الإسلامية الذين لا يزالون يعيشون إلا في ضلال. فعلينا أن نسعى، فتوبوا إلى الله واستغفروه، إنه التواب الغفور الرحيم. والمصطفى من خلقه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Brothers in Islam, today is the ninth subject of our series. An author, a writer, a Muslim scholar or thinker or da'iyah, and B for book, one of his writings, and a case, the subject which he is tackling. Today I have spoken about Sheikh Nadeem Al-Jisri, is the author, the scholar, the alim, the da'iyah, who had a good command in philosophy, in modern sciences, in French and some European languages, and he had written this book in 1960, and it was welcomed by the Muslim intelligentsia in the Middle East, the Arab-speaking Muslim, because he had helped a lot of the new generation to counteract the effect of philosophy, which have been at that time dominating the syllabuses in all of the Arab universities at that time. The subject of this book, Brothers in Islam, again, it is at-tawheed, monotheism, and the real belief in Allah subhanahu wa ta'ala. It is also indirectly speaking about a major problem as far as we see the betrayal of the Palestinian issue, the issue of Bayt al-Maqdis, Jerusalem, the treaty which have been signed last week in Washington about the leadership which a Muslim should know, recognize, respect, and follow. A Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had spoken about the signs of the doomsday, alamat or amarat al-sa'ah, and one of those signs that a Muslim nation will suffer the lack of the fit and the qualified leadership. Some portion of Palestinians now are dancing in the occupied territory. They think that Yasser Arafat had made a historical achievement. They are not aware up to this moment about the disaster and about the real tragedy which you are going to face immediately in the next few days and months and weeks. Brothers in Islam, Prophet Muhammad said about this period when we lack the qualified leadership, and he said Allah subhanahu wa ta'ala can never take knowledge from the heart of people, but he will take the soul of people, of our ulama, they will die. And after the death of those ulama, the people who can give us guidance and fatwa and knowledge and estimation and decision, etc., etc., the people will refer to a philosopher, a disbeliever, a cheating person, tactful person like Yasser Arafat, or somebody else, because this is the nature of mankind, is to seek leadership. This is the pattern or the shape which have been described in the book of Allah, Al-Quran, when Allah is speaking about the battle between Al-Haqq, the right, and the falsehood, wa Al-Batil. We have two camps, two groups, and we have a battle between them. This book, Brothers in Islam, have been welcomed and praised by different scholars, and it have been written in a shape of dialogue,
between a scholar, his name al-Sheikh al-Mawzoun in Tashkent, in the Russian Islamic Republic at that time, and there is a student, because of influence of philosophy or non-Islamic thoughts, he started to have some doubts about the oneness of Allah, about the mighty of Allah, about the will of Allah subhanahu wa ta'ala, about the knowledge of Allah, the wisdom of Allah, and about the authenticity and validity of Islam and the Islamic doctrine. His name is Hayran ibn al-Ad'af from the Indian subcontinent. This meeting was documented in Turkish language and was translated by Sheikh Nadim al-Jisr to Arabic, and the title of the book, Qissat al-Iman, the story of belief or faith, bayna al-falsafa, among philosophy, wal-ilm, science, and al-Quran. You may recall in your memory a similar book written by a Western thinker, by Maurice Bouquet, The Bible, The Science, and do you remember the name of book Maurice Bouquet? التوراة والعلم والقرآن. من متذكر إخوة كتاب موريس بوكاي؟ من متذكر كتاب موريس بوكاي يا إخوة؟ ما أحد منكم قرأ كتاب موريس بوكاي الطبيب الفرنسي؟ The Science and the Bible and the Quran. العلم والتوراة والقرآن. The Science, the Bible and the Quran. وكتاب موريس بوكاي الطبيب المعروف له أشرطة فيديو يا إخوة. وأذيع في I'm speaking in Arabic again. Maurice Bouquet is a French physician, a doctor, and he had a program transmitted from the Discovery Channel about the scientific science in Quran, al-i'jaz al-ilm in Quran, and this program is videotaped. You can give it. There is a text in Danish language. A lot of Danes who had listened to this video have been influenced too much about the authenticity of Quran and as a book and of revelation which have been given to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the early 60s, brothers in Islam, and because of the spread of socialism, the availability and accessibility to education, a lot of the poor people who come from ignorant families had the chance to go to university. When they go to faculty of art and study humanities, including philosophy, they started to grasp the doubt about Islam and about Quran among the contemporary challenges. And this book, which have been written by Sheikh Nadim al-Jisr, had helped a lot of those students to restore their faith in Islam and their trust and confidence in Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers in Islam, again, I would like to remind you, some percentage among the Palestinians would agree in what the so-called peace treaty in Washington without any support from Al-Kitab Al-Quran or support from the Sunnah Ahadith Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because they have accepted Yasser Arafat as a top leader. Whatever he says, they will follow him blindly. The same condemnation was made by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Al-Madinah Al-Munawwara. When Adi ibn Hatim al-Ta'i came, he was a Christian living near to the Syrian borders, and he came to the mosque of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanging a cross in his neck. And immediately Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to give him the real knowledge, he recited the ayah from Surah At-Tawbah, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. They have chosen and accepted and recognized the monks and the priests among them to be gods instead or besides to Allah subhanahu wa ta'ala. And Adi ibn Hatim al-Ta'i was shocked. If I agree with Yasser Arafat, does it mean, does it imply that I worship him instead of Allah? Yes. If Allah says something and a political leader or philosopher or a thinker or a writer or whatsoever had mentioned a contradictory fact and you have listened to him, it means that you are following him and you are worshipping him. So Prophet Muhammad had declared this kind of doubt or misunderstanding, and he told Adi ibn Hatim al-Ta'i, O Adi, haven't they legalized to you something and you accept their legislation? He said, yes. And then Prophet Muhammad said, didn't they forbidden things to you made it haram for you and you accepted their fatwa and verdict? He said, yes. This is the typical worship for them. You have worshipped them instead of Allah, because halal and haram is being preserved in the book of Allah without any change at all. Brothers in Islam, very briefly, the march is very long. The battle is very tough.
The talents should be inspired. We are in need of everybody. Just I mentioned in Arabic. Last week, brothers, I used to contribute to some religious circles in the International High School in Helsingør. Students come 3 semesters a year, every semester 4 months. Students coming from different countries of the world, and among their projects, they come to know about Islam and about other religions. I used to go and speak about Islam. The people are in a mess. They are confused by the contemporary situation of Muslims. And all the time we declare to them, we explain to them that the source is one from Allah. First of all, we have the intellectual talents and capacities. It is created from Allah, from the same source. We have our instincts, desires, and physical needs. Al-hajat al-fitriya. It is created, planted in our bodies by Allah subhanahu wa ta'ala. This is number two, from the same source. We have the scientific facts and universal laws, like in gravity, in astronomy, and so on. All are created by Allah, the same source. And thirdly, we have the doctrine, the law, the divine doctrine revealed by Allah subhanahu wa ta'ala to Ibrahim alayhi salam, to Nuh, to Musa, to Isa, and finally sealed by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It had come also from Allah. There is no contradiction, there is no fight, there is no gap between science, instincts, physical needs, intellectual capacities. All are working in harmony. Brothers in Islam, this kind of lesson and approach, even the uncommitted Muslim is in need for it. He has doubts because of that. He used to come to the mosque here irregularly. He does not have the strength in his faith to attend every week. That's why he is tempted by something else, and he is in need. It's your duty to explain to him and bring him back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers in Islam, the peace treaty in Washington is just the beginning. Our nation should take decision, should contribute to this event, should take action in all directions to speak about Islam, to propagate Islam, to provide people with evidences, to have debates and arguments in all places, in every area, until mankind comes back to the path of Allah. Allahumma faqihna fi dinina, wa alhimna rushdana, wa bassirna bi'uyubina, wa habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana aghfir lana wa liwalidina, Rabbana arhamhuma kama rabbayana sighara. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إلى الخير وإلى كل ما يرضيه. اللهم أبرم لنا أمر رشد تعلى به كلمة الحق ويذل به الكفر وأتباعه، يا عزيز يا جبار. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واحفظ علينا أعراضنا وديارنا ودماءنا. اللهم أعزنا بالتمسك بدينك، اللهم فقهنا في ديننا وألهمنا رشدنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. واللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخواني، قبل أن نقوم إلى الصلاة، يوم الأحد تعقد ندوة في مسجد التوبة، هي من باب التناصح والتذاكر حول هذا الحدث الذي لابد للواحد فيه على الأقل. كما قال الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. يوم الأحد هنا أظن في الساعة 6:00، الإخوة اللي نظموا البرنامج في أي وقت يا إخوة الندوة؟ بعد صلاة العصر الساعة 5:00 في مسجد التوبة،
مندوبين من حزب التحرير، من الجماعة الإسلامية جماعة الجهاد، من جماعة الطلائع جماعة الشيخ عصام العطار، من رواد مسجد التوبة، سيشتركوا في إلقاء بعض الأضواء حول هذا الحدث الأخير. فندعو الله تبارك وتعالى أن تكون هي مشاركة منا متواضعة من باب النهي عن المنكر إن شاء الله. يوم الأحد الساعة 5 وقوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.